تعلمت هلبا حاجات من الحيوانات. أول ما صرت على الدنيا لقيت الحيوانات قدامي، الغزال، النعام، اللاما، أي لقيت حافظهم ونتعامل عليهم ونتعامل معاهم بطريقة صحيحة، كل حاجة تبي طريقتها في التعامل، ولت زي ما تقول غرام تو فهمت. فالودان وغزال الريم شبه مهدد بالانقراض في ليبيا، درنا منه تمكن الوالد بتكاثر قطيع من كل نوع، وربينا حتى حيوانات خارج ليبيا زي الايلاند، زي ظبي اللنجاي، زي ظبي الهندي، زي المها، اكثر من 15 سنه الحاجات هذه ربوا فيها تتكاثر عندنا بشكل طبيعي. دور مغاد عشقي بالحيوان شعور لا يوصف. طبيعي كل صبح نود نتصبح ونجيهم هنايا نفطر ونوكل بعدهم ونقعمز جنبهم، شني الكلاش شني مكلاش، شني حالتهم الطبيعية شني مش حالتهم، نوكل ونشرب وننظف، والحيوان اللي مريض نقعد مهتم بيه، نشوفه شن يبي شن ما يبيش، نتصل بالدكتور كان في حيوان مريض يجيني حتى في الليل ما فيش أي مشكلة، نقعد سهر معاه شبه للصبح، والحمد لله مش مقصر، أعطيهم حقهم بزيادة نعتبر.